السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وليس كالعادة هنتكلم في موضوع بعيد شوية عن أسلوبي اللي كان بيعتمد على الرد العلمي على شبهات النصارى وتحليل ونقد كتابات وأقوال رجال الدين المسيحي. لكن ونظرا لوجود بعض الأشخاص مروجي الفتن اللي ظهروا على الساحة تحت مسمى مسلمون جدد يتحدثون في الأعراض والأمور الشخصية والافتراءات، الأمر ده خلى بعض الإخوة يطلبوا مني الرد وكمان يتم الصلح بيني وبين مريم غبور. وضحت للإخوة اللي كانوا بيراسلوني وعرفهم كويس إن في صلح تم بيني وبينها في شهر مايو الماضي من خلال أحد الإخوة اللي طلب بالصلح فوافقت. وبعتت لي مريم غبور مقطع صوتي ورديت عليها بمقطع صوتي اللي حضراتكم هتسمعوه دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت نهى، أنا طبعا الموضوع وصلني من ابني عبد الرحمن، كل خير من تجاهك، فأنا الأمر بالنسبة لي منتهي وإحنا إخوة في الله وإن شاء الله يكون بيننا وبين بعض كل خير، وربنا يوفقك وييسر لك أمورك إن شاء الله رب العالمين وتكوني دايما في خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أخت مريم. تمام، أنا ما فيش حاجة بالنسبة لي، من دلوقتي إحنا أخوات، ما فيش أي حاجة وعفى الله عما سلف. شكرا. المفروض والغاية كده الدنيا تمام وما فيش أي حاجة حصلت. اتفاجئت من بعض الاخوه بيقولوا ان مريم غبور وزوجة ماجد ابن الملك ده عملوا بس وشنوا حرب على شخصي. ما اعرفش الحرب دي لصالح مين ومين المحارب الرئيسي. التزمت الصمت وما ردتش لان تربيتي تمنعني من الرد باسلوبهم حتى لو كانوا بيتظاهروا بالادب، لكن ليه يعتاب على بعض الاخوه اللي طلبوني بالرد لدرء الفتنه؟ المفروض الاخوه يشوفوا مين اللي عمل الفتنه ويطالبوه بالسكوت وينصحوه لوجه الله، لكن اللي حصل هو العكس وطلبوني بالصلح. هل من الطبيعي ان يتم الصلح بين شخصين كل 3 شهور؟ المهم الامر ده لا يمثل لي اي اهميه لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم خلقه وكلنا تحت رحمته وقدرته، فهو حسبنا وهو وكيلنا، والايام ان طالت ولا قصرت هتثبت للجميع مين الصح ومين الغلط. ولكن نظرا لتجاوزهم اللي فاق حدود الادب قررت نشر تسريب وصلني من مدعي المثالية والأدب والأخلاق ماجد ابن الملك بيتهم فيه الأستاذ باسم، وأيد اللي قالته ياسمين صابر في التسجيل، بل ويزود كمان معلومات من عنده. بالله عليكم، هل هذا الشخص اللي هتسمعه صوته دلوقتي هو أهل الثقة؟ هو اللي بيعمل الفتنة بين المسلمين وبعضهم البعض، وهو اللي بيسجل لكل اللي بيتعامل معاه، واللي يعرف أصله وفصله يحاول اتقاء شره. يعني كان بيبعت لي فيديوهات وخاصة فيديو المنتقب المتداول، ويقول ان نهى السيد هي اللي بتبعت الفيديوهات دي وهي اللي بتروجها وهو اللي بعت الفيديو ده اصلا. وكمان التسجيل اللي هتسمعوه خاص بياسمين صابر اللي اختفت في ظروف غامضة بالنسبة لناس كتير، لكن التسجيل اللي هتسمعوه ده هيكشف اعترافات كتيرة. فاكرين ان باسم سليمان في ظهري باسم سليمان باسم سليمان ده احنا لسه جايين الموضوع. انا باسم سليمان ده انا هنزل دقيقه واحده بس واتصل بيكم عشان بس اشحن بس الباقه خلصت، هشحن الرصيد على السريع يعني دقيقه واحده بس، خليكم ما تنزلوش دقيقه واحده بس هجي لكم بس عشان نتكلم لسه في موضوع لسه باسم ده وهاني وموضوع الورق بقى بتاعكم ده. ثانيه ادخلك معانا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا عمر انا كنت بتسلك بس كان مدينه مشغول كذا مره. ايه اتصلت بيك اكتر من مره يعني مشغول وكده، ما علينا يعني. طب ماشي، ياسمين معانا ولا نزلت؟ لا قفلت وهرجع اتصل بيها ثانيه واحده. ادري. طب ماشي، طب اتصل بيها. طيب you
الو السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. تمام اهو ماشي معلش بس انا اخرت عليكم. لا ابدا. فانا بكلمك يا ياسمين انك انت حته انك انت اولادك او كده انت مالكيش يد خالص في بعدهم عنك، انت اخترت دينك، لكن هو سبحان الله وربنا يعني جعل كل واحد مننا ابتلاء في الحياه. يعني في المقابل ربنا هو اللي بيعوضنا بالخير، وربنا هو اللي بيعوضنا بالبديل. اما اولادك وكده يعني احنا يعني سبحان يعني ما ضاع حقا وراه مطالب، فورقك يخلص ان شاء الله تمام ونبدا ان احنا نطالب بالاولاد وكده بالطريقه القانونيه. بس ورقك يخلص الاول، فانت اللي موقفك كله واللي معجزك دلوقتي هو الورق، يعني انت اللي هبطك دلوقتي عن الطريق وكده هو ورقك اللي مخلص، والعيشه اللي انت عايشاها ديت والرميه اللي انت ترميتيها في المقابل. فاحنا ندور على الاسباب ديت، اسباب المشاكل دي ونحلها، نشوف حلول للمشاكل. لكن لو بيكون كل... رده لما حد بيكلمه على الورق بيكون رده مش كويس عني، هو اصلا ما يعرفش حاجه عني، انا ما قعدتش غير شهر تقريبا او شهر شويه انا وجاكلين عنده، بعد كده نزلت القاهره. جايب الكلام ده كله منين؟ هو ما يعرفش عني حاجه. قعدت شهر طب تمام أصلا. تمام بص انت قعدت شهر عنده في الغردقه انت وجاكلين، الشهر ده كنتوا قاعدينه بقى فين؟ في الشقة اللي هي يوسف كان قاعد فيها اللي هي في مبارك 11 دي. يعني كنت قاعد عنده هو في البيت؟ لا مش عنده في البيت، كنت قاعدة انا وجاكلين لوحدنا في شقة. ما قعدتش عنده في البيت خالص؟ لا. امال هو دخل عليك الأوضة تحتك ازاي؟ ده مراته كانت معاه وجاكلين، كنا جولي الشقة اللي هناك اللي انا كنت قاعدة فيها انا وجاكلين. يعني هو جالك هو مراته الشقة اللي كنت قاعدة فيها انت وجاكلين؟ موجودة. أيوة ما انا فاهم. هو دخل عليك الاوضه بقى ازاي؟ دخل يتخانق معايا، يزعق لي بسبب ايه بقى؟ بسبب يعني انك انت بتكلمي عن عمر وكده. طيب هو ايه يعني، هو ايه اللي هو تفاجئ بيه مثلا؟ يعني ما هو عمر هو مكلمه عنك يعني من قبل شهرك، ومكلمه يعني ان في اخته عايزه تشهر اسلامها وكده. ايوه وعمر مكلمه يعني ان هو يعني بعد ورقك وكده، وهو باسم هو قايل لعمر يعني ان بعد ما ورقك يخلص وكده ان هو هيتزوجك والدنيا دي. فهو ايه اللي هو تفاجئ بيه يعني؟ هو ايه الغريب يعني في انك بتكلمه عمر؟ معرفش. هو عايز يعرف ايه سبب، معرفش ايه الجديد. ما يعني انا معرفش ايه سبب القلب، انا لو اعرف اقول انا عن نفسي كنتش عارفه هو قلب عليك ليه. طب انت في الفتره انت كنت قاعده هناك تمام في الشقه دي وكده، هي الشقه دي كده كانت ما انا عارفها اصلا، الشقه اللي في مبارك 11 اللي هي تحتكم سوبر ماركت عم مؤمن. ايوه ما انا عارفها ماشي. ايوه العماره ديت يعني عارف البيت ده وكده. يعني وانت كنت انت قعدت الشهر ديت اللي هو انت وجاكلين، بعد الشهر ده انت نزلت بقى القاهره. تمام اللي حصلت الخطوبه اللي بتاعتكم وكده، يعني خطوبتك انت وعمر. ايوه بعد كده نزلت القاهره وفضلت قاعده في القاهره. شغلال الشهر ده بقى ايه يعني؟ بص يعني ايه التفاصيل اللي حصلت فيه، الحشو اللي حصل فيها كده يعني باختصار؟ ما فيش غير المشكله بتاعت عمر بس، كان كل خناقاته معايا سبعة وسحب مني التليفون كذا مره بس خلاك كلمت حد تابعه او كده؟ كلمت كذا حد، كلمت طنط نوع السيد قبل كده من عنده تمام من تليفونه هو تقريبا يعني. واحد شيخ كده، شيخ اسمه شو ده مش فاكره اسمه بصراحه، لان انا وجاكلين كلمناه برضو. انت وجاكلين انت وجاكلين كلمتوه؟ الشيخ سعيد ده مين الشيخ سعيد ده؟ لا مش سعيد، ده واحد شيخ وكده انتوا كلمتوه يعني على تليفونه هو. هو كان باين على الصوت يعني ان هو واحد شيخ كده معروف او حاجه. كلمناه سلمنا عليه بس، هو واستاذة نوعة ومعاذ عليهم تقريبا. تمام يعني ما كانش نور الطارق مثلا؟ لا ما كانش نور يعني. لا ما كانش نور. تمام يعني هو ده انتوا كلمتوه كده بقى يعني كنتوا تعرفوه ان كنتوا انا قاعدين عنده تحيين. ايوه هو قال لهم قال لهم معايا اختين اسلموا وقاعدين معايا في البيت وعايزين يسلموا عليكم يعني حضرتك وكده. طب بس ما عرضش عليك زواج من اي حد انت قاعده معاه؟ عادي موضوع يعني ليه سؤال زي كده؟ ما انا لا بس انا بفهم بس التفاصيل دي، بس انا مستغرب يعني انه المفروض ان هو متكفل بحالتك فهو رميك، يبقى ايه السبب؟ هو بيشوه في سمعتك، مش هو في صورتك اللي هو داخل الاوضه لقاك بتكلمي حد كلام جنسي؟ لا طبعا. طيب لا هو طبعًا. بيشوه في صورتك، فايه المقابل ان هو بيشوه في صورتك؟ يبقى في مقابل، في شيء اللي هو خلاني اشوف. انا يوسف بس انا مش عايزه اقول كده.
لا هو ايه المشكله، انت ليه مش عايزه تقولي كده مثلا يعني؟ عشان انا مش زيه، انا ما برميش بلايا على حد، ولو موضوع خلص انا ما بحبش اتكلم فيه. ماشي، بس هو ده مش رمي بلا يا ياسمين، انت فاهمين انك انت تتكلمي وتقول وتتكلمي عن الحقيقه وكده، وتقولي ايوه خلينا ايوه كلمت فلان طلبت منه فلوس، او كلمت فلان بتشكر له فيه واقول له ان هو بيصرف علينا، اقول له ان هو متكفل بينا، ايوه ده خلينا كلمت فلان ده كان عايزنا كان عايز يخطبني ليه، ايوه ده هو ده قال لي ده كان عايزنا نتزوج من فلان. ده مش غلط، ده اللي حصل. أيوة انت كان يوسف متقدم لي وكان دايما بيقول لي ان يوسف كويس وحياته كويسة وان ظروفه زي ظروفي وان هو انسب من عمر، عشان هو يعني تفكيرنا يعني ان هو كان زي كان مسيحي اصلا، وانا برضو ف هيبقى كويس. فانت يعني انت كنت رافضة؟ اه تمام، فانت كنت رافضة يعني وقتها وكده؟ ايوه كنت رافضة. طب هو كان كلمك في موضوع، كان بعد ما كلمك في موضوع يوسف ديت كانت حصلت المشكلة دي؟ اه بعدها. كان بعد ما اكلمك في موضوع يعني، هو اكلمك في موضوع يوسف وكده ما فات زواج من يوسف؟ لا يا خلاص يبقى روح بقى في داهيه مش عايزك. هو مشاك مشاك بقى انت وجاكلين ولا مش لوحدك؟ قال لعمر لا، جاكلين نزلت الاول بعد كده انا. اه جاكلين نزلت. قال لعمر هي ما بتكبرش لحد وما بتسمعش كلامي طب ما هو ما بتسمعش كلام حد. تسمعي كلامه في ايه برضه مش فاهم يعني؟ هو قال لك انزلي صلي وانت ما رضيتيش تنزلي تصلي؟ لا هو جه هو جه في مره كلمك عن صلاه، جه في مره كلمك عن القران؟ لا ما كانش بيتكلم معايا عن الدين اصلا يعني. ما جاش في مره اتكلم معاك عن الدين خالص؟ لا ما كانش بيتكلم معايا. ما جاش في مره غلطه هو عندك كده مثلا والمغرب اذن العصر اذن جنب صلي ولا حاجه؟ لا مره كنت معاهم بره وركن العربيه على جنب ونزل صلى. اها باسم سليمان نزل صلى؟ اه والله العظيم. هو ما بيصليش يا عمر ولا ايه؟ هو ما بيصليش ولا بيركع؟ قدام الجامع ده كان قدام بعيد شويه وقال ان هو هيروح الجامع قريب من هنا يصلي ويرجع. ده كنت فين حته في الغردقه؟ انا مش عارفه. او كان امتى مثلا؟ كان مع الساعه كام الكلام ده؟ كان الاذان بيأذن كنا بالليل كده بتاع المغرب او العشاء حاجه زي كده. اه وانت كنت طالعين بقى على اساس انه ياخدكم، كنت رايحين فين الوقت ده؟ كنا رايحين كافيه. هو بصراحه كان بياخدني انا ومراته وجاكلين وكان بيعزمنا مره على الاكل مره نشرب حاجه نقعد شويه. بتروح طبعا بتروح على كافيهات طبعا اللي هي فيها خمر وفيها بيره اللي هي ناحيه الممشى السياحي؟ ايوه كنا بنروح ممشى الممشى السياحي. الكافيهات اللي هي طبعا اللي هي اللي هي اغلب الناس اللي قاعده هناك طبعا اجانب كده كسياحه؟ كلها اجانب. كانت كلها اجانب حلوه فعلا، كنا بنشوف اجانب كتير ماشيين. هو ايه الحلو اللي فيها والله؟ ده موت الفطر اللي عندكم يعني. هو انت واحده كنت مسيحيه واسلمت واخده قسم وديك الاماكن دي ليه؟ اماكن كلها سفوريه اساسا وخمر وبير على التربيزات. كلها حلوه، كلها حتت حلوه نظيفه يعني كده، فيها اجانب عايشين هنا. الغردقه ما فيهاش نظافه والله يا ياسمين. ما الغردقه فيها اماكن محترمه، انا قعدت في الغردقه فيها كافيهات محترمه برضه في الذهبيه وفي الاماكن دي. لكن هو خد كل الاماكن ديت يعني هو لاغراض معينه، هو بيموت فتره بس عندكم بس مش اكتر. لا فكره ايه بقى؟ ايوه بيموت فتره الغيره فتره الحشمه. هو بيموت فتره الحياء ان هو واخد اخت زي كده واختين زي كده، ده كانت هي وجاكلين كانوا لسه مسيحيين واسلموا، واخدهم في في شوق ده براط. المنطقه اللي بيتكلم عليها عنها ديت كلها براط. كنا قاعدين على الترابيزه وكان في ولدين جنبنا بيشربوا خمر وبيره وكله، ما هي كلها براط. ما انا عارف الممشى السياحي دي كلها براط، كفاهاتها دي هي مش كفاهات، هي براط كلها، بس الفرشه بتاعتها بره اللي هي الترابيزات والكراسي والشغل اللي وزينا والورود. ايوه بره، ايوه كانت بره، احنا كنا بنقعد بره. بتقعدوا بره والخمر بتشرب بره برضه؟ ما الناس اللي قاعده. ايوه كان بره، ما احنا كنا قاعدين بره وكان في بقول لك ولدين الترابيزه اللي جنبنا على طول مش ورانا جنبنا كانوا بيشربوا. وهو كان قاعد يشرب ريد بول طبعا، ريد بول بقى بالنعناع. ايوه دايما بيشرب ريد بول بالنعناع والليمون. ما هي كالعاده. ماشي معاك. في واحده مسيحيه صاحبه كافيه عارفاه ودانا عندها. شربنا قهوه وهو كان بيشرب ريد بول. دي بقى دي تبقى اللي هي في الذهبيه. في حته واسعه كده فاضيه. ما هي دي في الذهبيه. العربيه بتبقى مركونه كده قدام الكافيه كده على جنب الكافيه. ايوه ايوه بتبقى مركونه. أيوة. هناك فعلا. ما انا عارف باسم وعارف يعني الاماكن كلها الوسخه اللي بيروح. ما علينا. ماشي. يعني انت كده انت كنت قاعد اصلا في الشقه انت وجاكلين، ده اول شيء. هو دخل اتخانق فيك وكده؟ تمام يعني ده بدون اصلا مقدمات. ساعه الخناقه وساعه المشكله دي هي جاكلين بقى ما تعرفش عنها حاجه خالص يا ياسمين دلوقتي؟ عارفه بصراحه وكلمتها من قريب. طب يا جاكلين ايه دنيتها، خلصت ورقها ولا لا؟ خلصت ورقها، خلصت الحكم، انما مش عايزه تطلع البطاقه. مش هتطلع بطاقتها وهترجع. مش هتطلع بطاقتها وهترجع؟ هي كانت عامله كده عشان تاخد حكم الانفصال وخلاص انفصلت عن جوزها. يعني هي كانت سبب انتشار الاسلام.
سبب اشاره اسلامه هو اصلا ان هي طلاق. طب ما هو استاذ باسم عارف على فكره ان هي هتاسلم عشان خاطر يعني هي حكي يعني هي حكي لباسم اصلا ان هي عايزه تشهر اسلامها عشان تطلع من زوجها. هي لما بس كانت بتدور في الدين كانت بتدور عن الطلاق بس مش عن حاجه ثانيه. يعني الطلاق يعني هي كان هدفها من هدفها كان من الاول موضوع ان هي عايزه تعمل اشاره عشان تعمل قضيه طلاق وهي حكي كده لباسم. ايوه عشان تطلق. يعني هي حاجه كده لباسم اصلا. ايوه طبعا حكيها له وانا عارفه وبصراحه كنت بقى اقعد اتكلم معاها عن الدين واحاول اخليها تصلي او حاجه. كان كل كلامها انت ناسي ان احنا عندنا في المسيحيه كان ايه وكان عندنا الدين بيقول ايه ومش عارفه كده. يعني كانت مقتنعه كل كلامها معايا ان هي لسه مسيحيه. مسيحيه يعني هي مسيحيه. طب انت بقى بعد ما نزلت القاهره طبعا وانتوا في الغردقه وكده كان اكل او شرب او كده بس ان هو كان بيصرف عليكم؟ لا ما كانش بيدوكوا فلوس وانتوا في الغردقه؟ لا ما كانش بيدينا فلوس والله. يعني حتى في الشهر اللي انت كنت قاعده هناك ما ادوكوش فلوس خالص؟ لا ما اديناش فلوس خالص. انا عرفت من شيماء لما كلمت شيماء من قريب ان هو قبل كده كان مدي جاكلين فلوس لما كانت هتأجر لنا الشقه اللي في المطريه دي وما اجرتهاش. فبقولها هي رجعت له الفلوس قالت لي لا ما رجعتلهوش بس ما جابتش بيها حاجه للبيت. انا وهي مره اشتركنا وجبنا اكل وبعد كده بقينا كل واحده بتجيب اكلها لنفسها. يعني كل واحدة والفواتير كانت بتيجي كنا بندفعها على فكرة. الفواتير اللي بتاعت الغاز والكهرباء وكده. ايوه جات حتى في مرة كنا لسه قاعدين وفاتورة الكهرباء جات بس كانت بسيطة جدا. فجاكلين قالت المفروض يوسف يدفعها لان يوسف اللي كان قاعد في الشقة. فقلت لها يا ستي دي حاجة مش مستاهلة مش مهم. هندفعها احنا لان احنا قاعدين. طب انت بعد ما نزلت القاهرة بقى يا ياسمين بس ما بعتكيش فلوس خالص؟ لا يعني لا دفع لك لا تمن لا اجار ولا تمن لا اكل ولا شرب ولا اي وسيله. لا وكنت قاعده عند مرات اخو عمر وبعد كده رحت اجرت سكن وسبته واجرت سكن تاني وسبته. طب معلش معلش شويه. طب امال انت عايشه منين؟ يعني هو في حد مثلا انا بيساعدك او كده او لا. انت كان معاك فلوس مثلا؟ انا كان معايا فلوس. انا كان معايا شبكه على فكره وبعتها. يعني بس من اللي خلاني بعتها نزلت انا هو ومراته. يعني انت بعت ذهبك ومع باسم؟ والله العظيم هو اللي غصب عليا ابيعه اصلا ما كنتش عايزه ابيعه. طب خلاك بعت لي ايه؟ خلاني ابيعه قال لي عشان ما يتنترش او يحصل له حاجه لما تحتاجي مصاريف يبقى معاك يبقى ما تحتاجي فلوس. قلت له استاذ باسم انا مش عايزه ابيعه. قال لي لا لازم تبيعي ما ينفعش يفضل زي ما هو كده. فجيت بعته وقتها وقال لي هعمل لك حساب في البنك تحط فيه الفلوس وديعه. قلت له طب انا عايز اعمل شهاده عشان يطلع لي منها راتب كل شهر. قال لي لا حطهم كلهم كده عشان تسحبي منهم اصل الشهاده بتقعد 3 سنين فانت افرض احتجتيهم هتعملي ايه؟ قلت له ما في شهادات بتقعد سنه. راح قال لي لا برضه خليهم زي ما هم وتسحبي منهم اللي انت عايزاه. فحطيتهم في حساب كده. تمام ده كمان لما سالت عرفت ان الحساب ده الحكومه بتخصم منه ضرايب كل 3 شهور 55 جنيه يعني مش بيتحطوا فوائد وبيخصموا قصادها. فاهم؟ بس يعني بعد ما نزلت القاهره لا صرف عليك لا هنا ولا هنا ولا ورقك خلص؟ لا وانا كنت شايله نفسي بنفسي انا اللي كنت باجر السكن. موضوع الورق بقى رسيته على ايه؟ يعني انت كده انت عملت الاشهار بعد كده انت عملت الفيش طبعا عملتيه في الغردقه ولا عملتيه فين؟ لا عملته هنا في القاهره. عملت له التوكيل بتاع. طب بص بقى يا ياسمين عايزك تحكي لي بقى بص يعني القصه بدات ازاي اللي هي قصه اللي هي الورق نفسها. انت لما عملت الاشهار طلعت من بيتك على الازهر على طول ولا رحت فين؟ لا طلعت من البيت على الازهر. من البيت على الازهر. مين اللي قابلك بقى في الازهر وقتها؟ بص هو انا طلعت من البيت على المطريه عند جاكلين ركبت معاها العربيه بتاعتها ورحنا الازهر. كان يوسف بقى واقف مستنينا. دخلنا عملنا شهاده الاشهار طبعا قعدونا كذا ساعه من 10 الصبح لحد 6 المغرب تقريبا. عشان يعملوا لنا شهاده الاشهار وسالونا اسئله كتير. تمام. وبعد كده تاني يوم رحنا الاول عند شيماء بعد كده تاني يوم نزلنا عملنا الفيش. رحت عند شيماء دي فين؟ في بدر. في مدينه بدر. يعني شيماء ديت اللي هي ام ممدوح ولا شيماء دي اللي هي واحده اسمها ام محمد تقريبا؟ ايوه ام محمد. ام محمد مع محمد وديما. ايوه بس قعدنا عندها في الشقه اللي جنبها وصاحبه الشقه دي مسحيه على فكره.
مش مهم عادي، وانت كده عادي يعني ما حدش بقى يعني. انت كده رحت كان مين اللي كان معاكم في الاشاره ده، يوسف ولا انا كفر؟ لا كان يوسف. كان يوسف وكان معاه حد تاني طبعا اللي هو شاهد وكده. كان معاه شاهد دكتور كده مليان. تمام. بعد ما عملتوا الاشاره رحتوا بقى فين؟ رحنا عند شيماء. تمام. قعدتوا في الشقه اللي جنبها. لما رحت تعمل الفيش بقى في حد راح معاك ولا رايحه لوحدك؟ كان يوسف برضو. تمام يوسف كان يوسف تمام. راح معاكم عملتوا الفيش. بعد ما عملت الفيش عملت بعد كده طبعا النموذج. لا عملنا ورقه تانية كده. رحنا وثقناه في شهاده. رحنا وثقنا الشهاده. وثقتوا الشهاده وزارة العدل. تاني يوم. تمام. ورجعنا تالت يوم رحنا عملنا الفيش ورجعنا. رابع يوم بقى الحكومه جت خدتنا. رابع يوم الحكومه بقى جت خدتكم انتوا وجاكلين. ايوه. جاكلين قعدت تلات ايام وخرجت. طب انت الرقم اللي كان معاك كان شغال زي ما هو؟ خط التليفون؟ كان شغال لانه كان باسم واحده صاحبتي. لا بس يعني. اهلك كانوا عارفين انه رقمك. لا انا كان معايا خطين. خط كان مرقص جايبولي اهلي كانوا عارفينه، وخط اللي انا كنت بكلم منه استاذ باسم وكنت بكلم منه عمر كان باسم واحده صاحبتي. يعني رقم التليفون ده محدش اصلا كان يعرفه، يعني معنى كده اللي مبلغ على مكان هو اصلا باسم. بس قالوا لبسوها بقى في عمر هم. بس كان باسم استاذ باسم اكيد هو اللي قايلهم يعني على مكان. عمر ما كانش عارف المكان. عمر ما كانش عارف. عمر كان عارف ان انا صاحبه الشقه دي نفسها اتاخدت، اللي هي ام محمد دي اتاخدت. لا ما اتاخدتش معانا الاسم، كسروا عليها الباب. طيب لكن هي ما اتاخدتش الاسم. ما هي دي لا لو انتوا لو مش متبلغ عنكم من باسم كانت اصحاب الشقه كانوا اتاخدوا اول ناس. انتوا متسطرين عليهم ازاي؟ فمعنى كده ان هو اللي مبلغ عنكم. معنى كده ان هو باسم هو اصلا اللي بلغ عنكم. ما علينا حتى ان هو ايه بلغ عنكم. هو باسم سليمان مسلمني يعني مرتين. انا قبل كده مسلمني انا ومراتي برضه. والله ما مسلمني انا ومراتي. كان عامل استفاد ايه؟ كان عامل فينا بلاغ وقتها. هو اسلم ليه؟ هو اسلم ليه؟ عشان يلم فلوس بس. هي مراته مسيحيه زي ما هي. انت فاكر هي مراته حته الطحن اللي بتحطها دي؟ انا بصراحه حاسه كده لان الاكلادور كان دايما في ايديها وما بتصليش والكولار ما بيشتغلش في بيتهم عايشين حياه المونيكير يعني. فالواحده ما بتصلي ما بتبقاش حاطه مونيكير لان الصلاه تقومي تتودي الحاجات دي بتنقض الوضوء. ده الطبيعي صح. لا هي ما عملتش اشهار اصلا حاجه زي كده. هي ما عملتش حتى اشهار اساسا يعني. هي لسه زي ما هي. بس على فكره النصارى فاكرين ان دي مراته مسلمه مش مسيحيه. لا هي مسيحيه زي ما هي. ما هو باسم سليمان بيقول للناس برضه ان مراته اسلمت لكن مراته ما اسلمتش. لا هم بيقولوا ان دي واحده مسلمه هو عمل معاها حاجه مش كويسه واهله غصبوا عليها. لا النصارى بيقولوا كلام كتير. لا سيبك منهم. هما بيقولوا كلام كتير. مش لا هما بيقول لك ان هما خلوه اسلم. هو محتفظ بالصليب ليه؟ هو ما شالش الصليب رغم ان هو يقدر يشيله. هو رغم ان هو يقدر يشيله هو ويوسف. لكن لا ما هو سايبه زي ما هو بياكل بيعيش. ويوسف سايبه برضه. ويوسف سايبه. ما انا عارف. هو بياكل. هما بياكلوا بيعيش. بس مراته لسه هي مراته حتى اشهار بس ما عملتش. على فكره ياسمين شالت الصليب يا عمر. شالته ايه؟ شالته جراحه ولا شالته ليزر؟ ليزر. شلت الثلاثه. ما شاء الله. مين اللي شالهم لك؟ في حد ساعدني يكلم دكتورة كويسة جدا في الدقي عيادتها نظيفة جدا شالتولي بالليزر. ما شاء الله. والله ربنا يبارك له يا رب ويبارك لها يا رب. تمام انت كده. طب انت الورق بتاعك دلوقتي بقى اخر حاجة انت وصلت فيها للورق ان هو الورق مع مين دلوقتي؟ مع باسم ولا مع هاني جعفر؟ مع هاني جعفر ومع باسم. هو استاذ باسم بيقول لي المسؤول هاني جعفر. تمام. يعني لما كلمت الاستاذ باسم دلوقتي قال لك ايه؟ مش كان قايل لك ان في جلسه مثلا؟ عمر كان قايل لك ان في جلسه ثلاثه. كان قايل لي يوم ثلاثه ولا يوم تسعه؟ لا يوم تسعه. يوم تسعه واحد. تمام. يعني انا ما رحتش وما كلمتوش. طب انت لا انت كنت. طب انت كلميه بقى انت عشان تعرفي جلستك وكده يا ياسمين. انا بصراحه ما كلمتوش لان انا كنت مكلمه اخويا وقابلته وقعدت اتكلم معاه. ياسمين بص شيل فكره الرجوع دي خالص من دماغك يا بنتي. انت كده انت خسرت اخرتك وخسرت دنيتك. لا هي مش شايلاها. مش شايلاها. هقول لحضرتك على حاجه. انا يعني اللي في قلبي هيفضل في قلبي طول العمر. محدش يقدر يغيره. بص اقول لك حاجه يا ياسمين. بص اولا انت دلوقتي انت يعني انت كده بتقول اللي في قلبي. فهو ما يعني ما كان في القلب ظهر على اللسان. تمام. وهيطلع الوقت من الفم. فاول حاجه انك انت تكون عايشه مسلمه قلبا دي تستبعدها خالص
لان اولا اول شيء انت واحده، تاني شيء انت الست الوقت متزوجه الوقت نصراني، فزوجك ده دلوقتي ليه عليك حقوق كده كده هياخدها، مجرد انك انت تتكشف عليه بس حرام، فمجرد انك انت تتكشف عليه بس ده بس شيء حرام، فانت هتبقى عايشه عيشه معاه دلوقتي، انا اسف في اللفظ دلوقتي يعني، بس ده دين عيشه زنا. بس هم قالوا لي ان انا ممكن ما ارجعلوش واعيش مع امي واخويا ويجيبوا لي العيال منه بس. كلام كله كده، كلام كله كده، هتعيش مع حتى تعيش مع اخوك حتى تعيش مع ابوك فتره مؤقته وكده، لان انت مش هتلحقي لا تعيش لا مع اخوك ولا مع ابوك، انت اخر خالص يا ياسمين 3 4 ايام اسبوع، ده اقصى مده، ده اقصى مده خالص، الابتسامه بس ترجع بس الوش كده، وناخد كده بس نلف بيك على حبايبنا، وادي بنتنا رجعت ونصور، ومنرمان تنشر وده ينشر وده ينشر الصور، وبعد كده يعمل لك اللي هي شهاده اللي هي الرده اللي هي العوده، اللي يعملها لك في الكاتدرائيه عشان ما تعرفيش تسلمي تاني بعد كده، وشكرا بعد كده خلاص، انت خلاص بقى تعالى بقى ندور بقى على حقنا، نرجع بقى لموضوعنا بقى الاساسي، طارنا بقى انت جبت لنا العار، انت خليت الدنيا كلها اتكلمت عننا، تحطيت وشنا في الطين، مع ان انت خدت خطوه تفتخر بيها وفخر لاي حد، وانت فخر كل مسلم. ياسمين فاكره ان ما هو في الاخر يعني المسلمين اهو، واحد زي استاذ باسم يا ما اقولكش على اللي عمله في الاخر، ماشي يقول عني كلام مش كويس، رغم ان احنا هو مين قال اصلا ان هو باسم مسلم؟ يا عمر هو ثواني بس معلش يا عمر، هو احنا هنحكم دلوقتي على البحر عشان ان هو في سمك قرش؟ احنا مش هنحكم على البحر دلوقتي عشان ان هو في حيتان، ما احنا بناكل ونشرب منه، فاحنا لا. هقول لك على حاجه يا عمر انت دلوقتي اسلمت الحمد لله صح؟ اللهم لك الحمد الحمد لله. مستني حاجه من الاسلام ولا من المسلمين؟ وانا يا عم انا اسلمت، انا اسلمت لنفسي، انا اسلمت. بص انا مش مستني حاجه من حد، وانت عارف بس حقك، إن بس حقك يا ياسمين ان كلنا نقف جنبك، ده حق. لا لا بص انا بقول لك حاجه، هو عمر يشهد على الكلام ده، لان عمر كان معايا من اول خطوه ماشي، رغم المشاكل اللي كانت موجوده، وان انا هو قعدنا فتره بعيد وما بنتكلمش والكلام ده، بس عمر يشهد ان انا كنت شايله نفسي بنفسي، لو اتعرض عليا مساعده من اي حد، انا ما كانش في حد بيقف جنبي محدش كان بيساعدني. لا بس ده حقك ان كلنا نقف جنبك. كنت معامله زباله من ناس كتير، واترميت في الشارع. بص يا ياسمين، من سكن لسكن. بص يا ياسمين، الناس كلها واخده صوره ان باسم سليمان ان هو شايلك. الناس كلها واخده صوره ان هو بيصرف عليك. اطلع قدام العالم كله واقول ان هو كان معايا لما بعت الذهب هناك في محل، كله الشارع كله محلات ذهب في الغردقه، ومراته كانت معايا، وقلت له انا مش عايزه ابيعه. واقول لك على حاجه، اقسم بالله العلي العظيم، شيماء قالت حسبي الله ونعم الوكيل فيه، كان زمان الدهب معاكي دلوقتي عامل مبلغ كويس. طلع انا اصلا ما كنتش عايزه ابيعه وقتها، وما كنتش عايزه ابيع كله، لان كان في حاجه عيالي، وكان في حلقه بابا كان جايبولي زمان وانا صغيره. لا لا فانا في حاجات فيها ما كنتش عايزه افرط فيها، في حاجات ذكريات، انا ابويا ميت بقاله حاجه وعشرين سنه، كان الحلقه ده معايا، انا ما كنتش عايزه ابيع، بس هو قال لي بيعهم كلهم عشان ما فيش حاجه تضيع. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. هو خسرني ما فيش حاجه، لكن احنا مش هنحكم على الدين ومش هنحكم على كل الناس المسلمين وكده عشان خاطر واحد زي ده. ايوه ما ده اللي انا بكلمك فيه يا عمر، انت اللي حصل معاك او كده تمام، هتلاقيه حصل معاك كتير جدا. انا ما كنت مخدوع في باسم، انا ما خدت كتير، انا باسم سليمان ده لم فلوس كتير جدا على حس ياسمين، لم فلوس على حس انه عايز يزوجني بدون علمي وبدون اذني، ولا اداني حاجه اصلا من الفلوس دي، ولا ما فيش على حس انه عايز يعمل لي مشروع. نفس الكلام، لم فلوس عليا انا وجاكلين برضه. وساعه موضوع ان هو نزل عشان خاطر يحضر زواجك ده وكده، يعني هو مجرد ان هو نزل بس بالعربيه. تمام، لكن هو وقتها هو لا جاب لك شبكه يعني، ولا جاب لك لبس، ولا اداك فلوس في ايدك نقطتك، لكن هو لم من الناس على الكلام ده. في المقابل على الفيديو اللي هو نزله، لكن في المقابل انت ما وصلتش. الفيديو ده عمل لي مشاكل كتير، او هم عرفوا ان انا اهلي عرفوا ان دي ايدي انا وان ده انا، وقالوا لي انت اتجوزتي؟ قلت لهم ما اتجوزتش، قالوا لي لا باسم نزل فيديو ان انت لبستي شبكه واتجوزتي. ما هو عشان يحط ترند بس، حسبي الله ونعم الوكيل. وشال الفيديو بعد كده، وبص يعني قعدت اقول لهم لا مش انا، قالوا لي لا ده ايدك وصوتك باين في الفيديو. وبعدين هو كان كاتب على الفيديو الاستاذه ايه تين. ما كانت باينه. ايوه ما كانت باينه. ايوه كان باينه ان انا
هي كانت باينه، ما كنا شفنا الفيديو وقتها كنا عارفين. انا من وقتها والله كنت عايز اوصل معاك من البدايه وكده، لكن انا وقتها لو كنت كلمتك لو كنت قلت لك استعجلي باسم في الورق، باسم مش هيعمل لك ورق ولا هيصرف عليك ولا هيديكي. انت وقتها انت كنت هتفهم الكلام ده غلط لان انت كنت معايا. كلمت انا اسمه ايه ده الولد اللي اسمه ايه يا عمر، الولد الشاب الصغير ده زين مالك، كلمته استاذ باسم مسك تليفوني وفتش فيه ولقاني مكلماه، راح خرب الدنيا. انت بتكلميهم انت مش لاقيه غير ده، ده عدوي وده عامل مشاكل معايا. طب هو زين، هو زين مالك العيل ده عامل مشاكل معايا؟ ماشي ايوه حاضر ماشي ايوه سامع حضرتك. وقتها عمل معايا مشكله وراح بعت لعمر السكرينات، قلت له على فكره عمر عارف ان انا بكلمه، وعمر معاه الباسورد بتاع الايميل لان عمر اللي عامل لي الايميل بتاع الفيسبوك ده، وانا ما بكلمهوش يعني اقول له حاجه حرام. انا بساله بقول له حضرتك عملت الورق بتاعك امتى؟ انا ورقي مع استاذ باسم سليمان ولسه ما طلعش. طب هل البنات بتتاخر في الورق زي الولاد ولا لا؟ ده الكلام اللي كان بيني وبينه بس عن الورق، لان انا كنت شاكه وقتها في استاذ باسم. راح عارف الولد ده ليه؟ قال لي طب هو جوزك حد تبعه ولا لسه؟ جاب لك عريس تبعه ولا لا؟ والله ده البني ادم الوحيد اللي انا كلمته اساله على استاذ باسم كان اللي هو زين مالك ده. هو عيل برضه يعني، وما اعرفش حاجه ولا كده برضه يعني. وزين مالك انا عارفه ايوه، انا ربنا يثبته برضه. انا ما اعرفش ان حد كان مع استاذ باسم غيره. انا كلمته عشان عارفه ان استاذ باسم كان بيعمل له الورق او حاجه. لا لا ما عملش ورق، ما عملش ورق للواد ده باسم اصلا. ده باسم كان بيهاجم الواد ده. ما هو بيقول لي انت راح تكلمي واحد فيه مشاكل. ايوه هو باسم كان بيهاجم الواد، لكن هو باسم ما عملش ورق اصلا للولد ده. ايوه الولد ده اللي خلص ورقه لنفسه. الولد ده خلص ورقه لنفسه، هو الورق كله يخلص اساسا بسهوله اصلا يا عمر، بس هي الناس بس ما تفهمش. عارفه انت ياسمين، انت لو معاك الورق تقدر تروح انت المحكمه تقدمي ورقك انت بايدك، وهيعملوا لك التسويه بعد 45 يوم، هتروح تحضر الجلسه بنفسك يا عمر. لغايه ما هتاخد الحكم انت هتاخديه انت بايدك بدون اصلا اي محامي. الموضوع مش كبير ولا محتاج واسطه ولا محتاج اي شيء خالص. انت بتعملي قضيه تفرقه. تمام معاك. عايز اسالك عن حاجه. تمام يا اولى. دلوقتي باسم واحنا في الخطوبه. تمام. ماشي. مض اخويا وابن عمي على ورقه باستلام ياسمين. تمام. ورقه باستلامها. بممتلكاتها بفلوسها. ايوه جايه. عمر انا ماشي على اسمك. تمام. يا عمر انا مضاهم وقتها طبعا على ورقه. ماشي تمام. طب ايه مكالمه ياسمين؟ لو ياسمين لو خلاص اخرجت من المكالمه خلاص. اقفل. طب بص اقفل كده، اقفل كده خمسه كده واكلمك. واتمنى من حضراتكم محدش يطالبني بالاعتذار لاي حد، وساغلق هذا الملف نهائيا ولن اتحدث في اي موضوع شخصي، وكل اهتمامي وفيديوهاتي في المرحله الجايه هتكون عن تجربتي الشخصيه في اعتناق الاسلام ورد الشبهات حول الاسلام وكشف حقيقه المنصرين ورجال الدين المسيحي. وعند الله تجتمع الخصوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.